في حياتنا في اللي يستغل طيبتنا وعدم معرفتنا بالقانون، باسم المساعدة أو الصداقة أو حتى باسم العمل التجاري. يعني مثلا أبي منك خدمة، تكفى طلبتك، تقدر تحول عني المبلغ؟ يا حسابي؟ البركة فيكم يا شباب، عندكم موهبة وتعرفون تشتغلون. راس المال خلوه عليك. بديش معكم سايلنت بارتنر، بس بالإدارة. هلا بالغالية، شوفي أنا راح أحولك فلوس، خليهم عندك مبدئية. علشان اسمع، عطني اكسس على حسابك خليني اتداول لك. ممكن تضرب وياك. تدري كم واحد اعرف مسويها؟ طن من رخصتك خذها مقسوم وانت مرتاح. ما ودك تشتري سياره ارخص بسعر الوكاله؟ حول لي فلوسها وانا استوردها لك. السلام عليكم اخي الكريم، معك مجدي رب اسره لخمسه اولاد محتاجين مصاريف للمدرسه ومديون ومحتاج مساعده، الله يجزاك خير. يوم عن يوم العالم قاعد يتطور والأساليب الغير شرعية والغير قانونية قاعدة تزيد. طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب لها أشكال وأساليب عديدة أنت ما تدري عنها، عشان كذي خلك حذر واحمي نفسك ومجتمعك منها. لنكن على دراية.